مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من بوب اب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافه. كنتلاقاو باش نتقاسموا اخبار مختلفه ومتنوعه عن ما يروج مواقع التواصل الاجتماعي. ومن مواقع التواصل سمير خرج لنا واحد الخبر، واحد المتابعه قضائيه من نوع خاص. متابعه قضائيه من نوع خاص في الصين، نعاود لكم بحال الخرافه. واحد السيد بغى يمشي يخطب، بغى يتعرف على العائله ديال مرتو المستقبليه، ولقى 23 واحد في المطعم، شاف جلس قال لنا ناكلوا نتسناو، جات الفاتوره فيها تقريبا 3 مليون سنتيم، مشى فحالو ما بغاش يخلص. فمن بعد العائله ناقص من الزواج، لا دار ناقص من كل شيء. العائله اتصلوا به قال لي لا على الاقل خصك تخلص النص ديال الفاتوره، ما بغاش. قالوا ما نخلص واحد 500 دولار ولا 600 دولار، مشاو رفعوا عليه دعوه قضائيه، ولكن القاضي كان عادلا وحكم انه خاصو يخلص غير الماكله ديالو والماكله ديال خطيبته، وبقات العائله خصها تخلص البقيه. فطبعا كما قلتي دعوه قضائيه غريبه جدا. شوفوا اخبار واحده اخرى في زابينغ. شرعت إحدى أشهر المنصات العربية في عرض مسلسل جروح باللهجة السورية بعد مبادرات مماثلة شملت عددا من الإنتاجات المغربية، وهي خطوة ساهمت في دخول نجوم الدراما بالبلد إلى بيوت جمهور العالم العربي. الخطوة تثبت أن الإنتاجات الوطنية أصبحت لها قدرة تنافسية عالية وتقدم محتويات في المستوى. طرح الفنان البلجيكي من أصول مغربية ديستينكت عبر المنصات الموسيقية ثاني ألبوماته، والذي اختار له كعنوان ليالي. العمل يضم 17 أغنية، منها أغاني مشتركة مع نجوم فرنسيين وآخرين مغاربة. أعلن عبد الجليل الحجمري أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أن مقر الأكاديمية بالرباط سيحتضن اليوم حفلا لأوركسترا دار العود ابتداء من الساعة 8:30 مساء. وأوضح المنظمون أن حفل هذه الأمسية يحمل اسم نوستالجيا ويتضمن معزوفات تذكر بالعديد من الأغاني المغربية الأصيلة. برنامج ستارلايت موسمه الأول قدر يسلط الضوء على مجموعة من الأصوات الجميلة، من بينها حطام من الأصوات المميزة اللي قدرت توصل حتى للنهاية، وقدر أيضا يتنافس على اللقب، واليوم راجع بالجديد. حطام اللي عنده ستيل ديالو متبعو، عنده دراية كبيرة بالموسيقى. أول سينجل ديالو كان هو كون لوكورا بالحماق، ونيت الريتم ديال الأغنية زوين، وكيتسنى أنه يصور لها فيديو كليب. المهم غيعطينا معلومات كاملة حول ما يفكر فيه حطام خلال الأيام القليلة المقبلة. نشوفوا الروبورتاج. معكم الارتيست حطام على بوب اب. جيت اليوم باش نهضر لكم على السينجل ديالي، لو بروميير سينجل اللي خرج من مورا ليكسبيريونس اللي دوز ستارلايت. سينجل اللي سميتو كون لو كورا، هي اللي كتعني بالعربيه كنبغيك بجنون، كنحبك بجنون. ديجا حطيتو في كاع لي بلاتفورم ميوزيكال اللي كاينين، غيكون قريب ان شاء الله كنوجد ليه الكليب، قريب غادي يكون ديسپونيبل سير يوتيوب. هاد السينجل صراحه جا من مورا واحد الجهد كبير، مجهود درناه انا ولاتيم اللي خدامه معايا، فيها المغاربه وفيها دي زيترونجي اللي قدرت نتلاقاهم من مورا ستارلايت. هاد لو ستيل اللي خدمنا به هاد لو سون هذا افرو لاتينو، مي ان شاء الله كاين بزاف لي ستيل جايين من بعد. حنا ديجا وجدنا ان البوم انا ولاتيم، غادي يكون ديسپونيبل ان شاء الله هاد الصيف هذا في كاع لي بلاتفورم سير يوتيوب ايتو. والفكره اللي دايرين انه كل سيزون غادي يكون فيها واحد لو ستيل ديفيرون على الاخر، والمهم عندنا هو نحاولوا نعطيو واحد لاتوش، واحد اللمسه جديده في الموسيقى المغربيه ان شاء الله. بالنسبه للالبوم اللي خدامنا عليه دابا كيتكون من 11 سينجل افرو تا هما، مي كل واحد عنده لاتوش ديالو، عنده اللمسه ديالو. صراحه ابري ستارلايت تبدلات الحياه شويه، فريمون كتلقى واحد لامور من عند الناس زوين بزاف. كتكون غادي في الشارع كيتلقاو لك الناس كي اونكوراجيوك باش تزيد تخدم، يعني كتكون في الاستوديو كتعطي كاع داكشي اللي عندك، حيت عارف انه الناس كيتسناو منك شي حاجه زوينه توصلها لهم. حطام كيوعدكم ان شاء الله بالجديد وبزاف الموسيقى زوينه وشي حاجه ديفيرون اللي غتبدل ان شاء الله الاندستري. حلوه والمره بغيتك في اجمل صوره، يا كان عايشو غير مره ايامك كلها كورة 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 كورة، ايامك كلها كورة كورة كورة. تكلمنا في بداية الحلقة على شاب صيني اللي توبع قضائيا من عائلة خطيبته لأنه ما خلصش الفاتورة في المطعم. من طبيعة الحال القضاء نصفوه وقالوا له خلص غير حقك وحقها. للأسف ولينا كنشوفوا مجموعة من الأخبار بحال هكا في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فاش كيكون فسخ خطوبة الشخص كيطالب الخطيبة بأنها ترد ليه كل شيء حتى من القهوة اللي خلص عليها ولا ولا ولا، يعني ولات الماديات كتاخذ واحد الحيز كبير. من طبيعه الحال في مشروع الزواج الماديات واحد الجزء اساسي، ولكن فاش كيطغى
كيعطي واحد الفكره خاطئه على الزواج، وللاسف كنشوفوا عجوز كبير لانه الهضره غير على الفلوس ولا حتى تشجيع على هذا النوع ديال كيقول لك لا ومزيان اللي ترد ليه فلوس. المهم هادشي خصو اعاده النظر، اعاده النظر من طبيعه الحال. والشرع راه باين، راه تيقول لك الكادوات يرجعوا شي حاجه اخرى. شكرا لكم، شكرا لكم على متابعه البرنامج. كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا. يمكنكم تشوفوا الحلقات السابقه عبر موقع قناه ثانيه دوزيم بوان مور ابليكاسيون ماي دوزيم.